أهلا وسهلا فيكم بمجموعة المحاضرات التعليمية الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في خدمة الزراعة. معكم خبير الزراعة الرقمية المهندس فادي مجاهد. هذا هو الجزء الثاني من سلسلة محاضرات بعنوان تقنيات المعلومات والاتصالات وسلسلة القيمة الزراعية. في الجزء الماضي تكلمنا عن سلسلة القيمة وتعريفها، وعرفنا أن سلسلة القيمة هي كل الفعاليات التي تتطلبها عملية إيصال المنتج أو الخدمة من مرحلة تطويرها إلى استخدامها، وأوردنا على ذلك مثال وهو سلسلة قيمة البيتزا، وهي كل الفعاليات التي تتطلبها عملية إيصال البيتزا من مرحلة المواد الأولية من خضار وجبن وغيرها إلى إيصالها للمستهلك النهائي ليقوم بأكلها. وتكلمنا عن أن هذه الفعاليات هي ارتباط بين الأشخاص أو الشركات التي تتبادل المنتجات أو الخدمات أو المال أو البيانات أو المعلومات فيما بينها، وبالتالي فهي سلسلة من التفاعلات الإنسانية يتفاعل كل طرف مع الآخر لتحقيق دوره في إتمام هذه السلسلة. ورأينا في المحاضرة الماضية أيضاً أنه لتصبح هذه السلسلة فعالة يجب أن يدعم كل طرف مشترك في هذه السلسلة جميع الأطراف الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يكون للأطراف المشاركة في هذه السلسلة هدف مشترك وهو إرضاء حاجات الزبائن لزيادة أرباحهم. وتعرفنا أيضاً على سلسلة القيمة الزراعية والتي هي سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية، أي أنها الأشخاص والفعاليات التي تعمل على إيصال المنتجات الزراعية من مرحلة تزويد مستلزمات الإنتاج إلى مرحلة البيع إلى المستهلك النهائي. وتشمل سلسلة القيمة الزراعية المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية والسمكية. وبنهاية المحاضرة الماضية رأينا أيضاً كيف أن خبراء سلسلة القيمة الزراعية قاموا بتصنيف فعاليات سلسلة القيمة الزراعية إلى المراحل التالية: تزويد مستلزمات الإنتاج، الإنتاج، الجمع، المعالجة والتوضيب، البيع، وأنه مهما كانت هذه الفعاليات فهي تتبع لأحد المراحل الخمسة السابقة. في هذا الجزء من سلسلة المحاضرات التعليمية سنبحث عن الأطراف سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الزراعية، ونتعرف على القيمة التي تضيفها هذه الأطراف. نرجع لمثال الحليب اللي حكينا المرة الماضية. خلينا نشوف مين هي الجهات الفاعلة في مرحلة تزويد مستلزمات الإنتاج، بمعنى آخر مين هي الجهات التي تقوم بتزويد المزارع أو مربي الأبقار بالموارد اللازمة لإنتاج الحليب. أولاً خلينا نعمل قائمة بمستلزمات الإنتاج للحليب. عندنا أولاً الماشية مثل البقر، الأعلاف، الأدوية البيطرية، وهي المستلزمات الواضحة اللي بنعرفها كلياتنا. لكن عندنا مستلزمات أخرى هامة أيضاً لعملية الإنتاج، يلزم المال لتمويل المشروع، المعلومات والتوجيه والإرشاد لإتمام عملية الإنتاج بشكلها الصحيح. هذه هي الموارد الرئيسية اللازمة لإنتاج الحليب، وهي نفسها القيمة المضافة التي يساهم بها هؤلاء الأطراف في سلسلة القيمة. طيب مين هي الجهات اللي ممكن تزود المزارع بهذه الموارد والمستلزمات؟ حنعمل قائمة على سبيل المثال للحصر: الشركات الزراعية والمباقر وتقوم بعملية تزويد الأبقار والماشية بشكل عام، الأعلاف من الشركات الزراعية ومن المطاحن، وممكن أيضا تزويدها من المنظمات الأهلية في بعض الأحيان، الأدوية البيطرية من الشركات الزراعية والصيدليات البيطرية وممكن من المنظمات الأهلية. بالنسبة للمال اللازم لتمويل المشروع ممكن نقول إنه المصارف الزراعية هي طرف رئيسي في توفيره. أما المورد الأخير فهو المعلومات والتوجيه والإرشاد، فممكن الحصول عليه من المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية مثل الجمعيات الفلاحية وغيرها، أو المنظمات الدولية مثل منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة الفاو، أو الجامعات
وممكن أيضا تكون وسائل الإعلام هي وسيلة تزويد المزارعين بالمعلومات والتوجيه اللازمين لعملية الإنتاج. إذن الجهات التي حصرناها حتى الآن لمرحلة تزويد مستلزمات الإنتاج هي الشركات الزراعية، المباقر، المطاحن، المنظمات الأهلية، المنظمات الدولية، الصيدليات البيطرية، وسائل الإعلام، الجامعات، وهي الجهات التي تتفاعل مع الجهات التي تقوم بالمرحلة التالية وهي مرحلة الإنتاج. طيب الآن خلينا نشوف من هي الجهات الفاعلة في مرحلة الإنتاج، أو بمعنى آخر من هي الجهات التي تقوم بإنتاج الحليب، وهي العملية التي تتضمن تربية الأبقار والعناية بها وحلبها. يوجد جهات كثيرة ضمن هذا المجال، ولكن خلينا نعدد اثنين منها: صغار المزارعين والمباقر. طبعا عملية تربية الأبقار وحلبها هي القيمة المضافة خلال هذه المرحلة. لاحظوا معي أن الجهات المتخصصة بإنتاج الحليب هي التي تزود الحليب للجهات المتخصصة بالمرحلة التالية وهي الجمع. وهون خلينا نشوف من هي الجهات الفاعلة في مرحلة الجمع، وهي الجهات التي تجمع الحليب من الأطراف المسؤولة عن عملية الإنتاج. طبعا في جهات كثيرة ضمن هذا المجال، ولكن خلينا نعدد الجهات التالية: التجار الجوالين اللي بينتقلوا بين المزارع وبيشتروا الحليب من صغار المزارعين، والشركات الزراعية التي تشتري الحليب من المباقر. نقل الحليب من جهات الإنتاج إلى جهات المعالجة والتوظيف هي القيمة التي تضيفها هذه الجهات في مرحلة الجمع. المرحلة الرابعة هي مرحلة المعالجة والتوظيف. خلينا نشوف من هي الجهات الفاعلة في هذه المرحلة، واللي هن بيستلموا الحليب من الأطراف المسؤولة عن الجمع وتقوم بمعالجته وتوظيفه تمهيدا لمرحلة البيع. هذه الجهات في هذا المثال هي شركات الأغذية التي تعالج الحليب بالبسترة وتنتج عبوات الحليب المبستر. وممكن أيضا يكون في حالة الحليب بائع المفرق اللي بيشتري الحليب من صغار التجار الجوالين ويصفيه من الشوائب ومن ثم يعبئه في عبوات أو أكياس بلاستيكية، وممكن يكون المزارع نفسه هو الذي يقوم بهذه العملية. عمليات معالجة الحليب إما بطريقة البسترة أو بأسلوب بسيط مثل التصفية وتوضيبه هي القيمة التي تساهم بها الجهات الفاعلة في هذه المرحلة. نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة البيع، وهي مرحلة تزويد المستهلك النهائي بالمادة الزراعية وهي الحليب. هذه الجهات هي البقاليات، الأسواق الكبيرة، المصدرين، الأسواق الريفية اللي بتجمع فيها صغار المزارعين لبيع منتجاتهم. توفير الحليب للمستهلك النهائي في أماكن سهلة الوصول هي القيمة المضافة في هذه المرحلة. انتهينا الآن من تعداد الأطراف، سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الزراعية. طبعا تختلف هذه الأطراف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى ومن ثقافة إنتاج لثقافة إنتاج أخرى، ولكن قمنا بوضع هذه القائمة على سبيل المثال للحصر. فمثلا في بعض الدول تقوم شركات الأغذية بشكل مباشر بجمع الحليب من المزارع أو المباقر وغيرها من الحالات المختلفة. المخطط التالي يوضح ما قمنا بتهيئته حتى الآن، وهو مصفوفة سلسلة قيمة إنتاج الحليب، وفيها حسب مثالنا 12 جهة تتفاعل مع بعضها لإتمام هذه السلسلة. بعد ما نكون حددنا الفعاليات الخاصة بكل مرحلة ضمن سلسلة القيمة، وحددنا من هم الأطراف سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين يتفاعلون مع بعضهم في كل مرحلة من المراحل، لازم ننتقل للخطوات التالية لفهم آلية العمل ضمن السلسلة بشكل أوضح. ما هي التفاعلات التي تحصل بين هؤلاء الأطراف وكيف يتواصلون مع بعضهم؟ هذه النقاط التي سنناقشها في الجزء التالي من هذه السلسلة التعليمية، والرابط موجود في أسفل الفيديو. شكراً لمشاهدتكم ودمتم بألف خير.